هي دي بقى امك؟ ايوه عمي. ما كانتش موجوده في الملف اللي انت اديتهولي يعني. انت هتحقق معانا؟ مالك داخل بزعابيبك كده؟ اسمع، احنا ميعادنا كان الساعه 8، سعادتك جاي بعد ساعه و10 دقايق، يعني عدم انضباط. لولا بنتك طيبه وبنت حلال انا ما كنتش قعدت في البيت ده دقيقه واحده. مسرعين الاول ايه؟ ما تيجي بروحكم، ولا عشان بنت الايه ما صدقت يعني؟ سمع ابوكي بيقول ايه؟ ما صدقنا؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ ايه هكلم مين يعني؟ انا حرم المرحوم اللواء عبد الجليل نفادي يا اخ. انت عارف مين اللواء عبد الجليل نفادي؟ الله يرحمه بقى مطرح ما راح، اعرفه منين يعني؟ لو ما تعرفوش اعرفك هو مين. ماما اسكت انت خالص. اللواء عبد الجليل نفادي ابو طارق ابني اللي كان اسمه يهز رجاله بشنبات. لو كان عايش دلوقتي ما كنتش قدرت تقول الكلام ده. كان مدير امن. مدير امن الشيراتون؟ شيراتون ايه؟ ما انت عارف مدير امن يعني ايه؟ وكان بطل مصر في الملاكمه 7 سنين ورا بعض. ما احنا كمان رياضيين واخدين ميداليات وعاملين ارقام قياسيه جديده. يا جماعه يا جماعه منفعلين ليه؟ بابا الله يرحمه كان بطل رياضي، وعم الله يرحمه عمي بطل برضه. بطل في ايه بقى ان شاء الله؟ في الفروسيه يا طنط، بابي واخد البطوله سنه 74 على مستوى العالم. سنه 74 اللي خد البطوله العميد جلال السيوطي. الشهادات دي مزوره. مزوره يعني ايه؟ عاملها على ايدي؟ انت بتشككي في كلامي؟ ما اذا كنا هنبتدي كده بقى يبقى شيل ده من ده ارتاح ده عندي. لا يا ماما، خطاب بيه فعلا كان بطل في الفروسيه. انا قريت اسمه في الجرايد اكتر من مره. العميد السيوطي كان بطل على المستوى المحلي، انما خطاب بيه كان واخدها دوليه. يا خطاب بيه، احنا مش جايين نتكلم في الرياضه، احنا جايين نقرا فاتحه. فاتحه ايه؟ مش لما نتكلم في الاول نشوف عليكم ايه ولينا ايه؟ احنا شاريين ومش عايزين منك حاجه. وانتوا حليكوا حاجه؟ سامع ابوك يا حبيبه؟ اهو النور اتقطع، ما بتبقى قدام اصلا. انقطع من بوزك اللي ضربه في وشنا من ساعه ما دخلت. حبيبه تعالي اقعدي هنا جنبي. وانت ده طارق خليك جنب امك ما تتحركش. على فكره بقى النور لما بيتقطع هنا بيقعد 4 ايام. يا بابا انت كده بتطردهم. هم دول بيحسوا دول جيب الليل. هو انت؟ استعبطى يا اختي استعبطى. عمي ماما احنا نقرا الفاتحه عشان كده ربنا يكرمنا ونهدي النفوس. الفاتحه قريتوا الفاتحة واستريحتوا؟ مبروك يا عمي. شوفوا بقى، مش معنى ان انتوا قريتوا الفاتحة يبقى انا موافق. لحد الموضوع ما يبقى رسمي مفيش أي مكالمات ولا تليفونات ولا موبايلات ولا أي حاجة من دي. ليه يعني؟ أمال قرينا فاتحتها ليه؟ شرفتونا. حصلني يا طارق. بيبا مبروك. حصل أمك، الحقها لا تقع في الجنينة أنت تكسر رقبتها. باي باي يا حبيبة، باي باي. باي. مبروك يا عمي، باي باي. آه عمي. عايز اقول لحضرتك حاجه، الشهادات اللي متعلقه على الحيطه ممضيه من وزير الشباب والرياضه سنه 74. ما كانش فيه وزير شباب ورياضه يا عمي. سر كبير يا عمي. حبك فيه